اهلا بيكم معانا في قناة اكلة ترندي. النهاردة هنعمل لكم عيش طعمه جميل جدا. ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس. كل مرة هنعمل لكم نوع عيش جديد. ياريت تتفرجوا على باقي الفيديوهات في القناة. اول حاجة هنحتاج كوباية مية دافية مع 14 جرام خميرة فورية مع معلقتين سكر مع 9 كوبايات دقيق. هنا انا استخدمت 8 كوبايات دقيق ابيض وكوباية من الدقيق الاسمر او دقيق القمح الكامل. طبعا العيش ده بيطلع جميل قوي، ممكن نعمله نقطعه سلايس، ممكن ناكله سندوتشات، ممكن نعمله حاجات كتير. خفيف جدا وهش من جوه وكريسبي من بره. هنحط 3 معالق ملح، وتلت كوباية زيت زيتون، وكوباية مية دافية. طبعا انا بحط المية تدريجي حسب احتياج الدقيق، وهقلب. العجينة دي سهلة خالص وبتدينا نتيجة جميلة جدا، مش بتحتاج عجن كتير ولا حاجة. هضيف كوباية مية كمان، طبعا المية اللي انا بستخدمها دافية عشان تسرع عملية التخمير. وهقلب كويس. هضيف كوباية مية كمان، شايفين انا بضيف المية تدريجي واقلب. هعجنها بالايد كويس، يدوبك العجينة تتلم. بس العجينة زي ما حضراتكم شايفين بتلزق شوية، دي طبيعة العيش ده. هنغطيها ساعة لحد ما تبدأ ترتفع، وبعدين هنبل ايدينا بالمية ونقلبها كده. الحركة دي بتخلي العيش يبقى خفيف جدا. هنعمل الحركة دي 3 مرات، كل مرة بينهم نص ساعة. هنرش دقيق كويس عشان العجينة ما تلزقش، وبعدين هنحط العجينة على السطح اللي هنقطع عليه. زي ما حضراتكم شايفين العجينة كلها فراغات. هنرش شوية دقيق، ما نضغطش على العجينة خالص عشان ما نهبطهاش. طبعا رشة الدقيق دي عشان ما يلزقش، العيش ده بيلزق بسرعة وانا هحاول اتعامل معه بالراحة. هنحاول نفرده شوية علشان ما نهبطهوش، بس هنفرده عشان نقدر نقطعه. طبعا الاشكال بتاعته ما بتطلع مستوية، لكن انا هحاول اقطعه على شكل
مستطيلات، بس اهم حاجة ما نضغطش عليه. هنرش رشة دقيق خفيفة وهقطعه بالقطاعة على شكل مستطيلات، طبعا مش متساوية. وانا مجهزة ورقة زبدة وهرش عليها رش الدقيق عشان برضو ما يلزقش، وهرش على القطاع دقيق لانه بيلزق بسرعة. طبعا انتوا شايفين حجمه ازاي، وشوفوا حجمه بعد ما يستوي بيبقى عامل ازاي. اهم حاجة واحنا بننقله بالراحة عليه نحطه في الصاج في الفرن، هندخله الفرن على درجة حرارة 220، ما بياخدش وقت خالص، يدوبك تلت ساعة. انا رشيت دقيق كمان على ورقة الزبدة وهنقله بالراحة. رشيت دقيق كمان على القطاعة عشان ما يلزقش فيها. هندخله الفرن، شايفين شكله بعد ما طلع من الفرن؟ مش هتصدقوا الحجم ده، فتخيلوا قد ايه هو هش وخفيف. طعمه حلو جدا جدا جدا، ينفع تقطعه زي التوست للفطار للعشاء مع الشاي، جميل قوي. وبالهنا والشفا اشوفكم في اكلة جديدة. مع السلامة.